بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية حرف ف. ف حرف حقد حكاية. من بو حرف ف اگر تپستن اکت نقطه بولسه او قیلن قالت اونه کنگ درس انشاءالله اتمس. حكاية نوقی من سأل فاروق والده. فاروق اتستن سورد. سأل سورد والده اتستن من اين نحصل على الفاكهة ميوالرن قیردن علمس دیب سورد. قال له والده شند أتسه أنجا أيت الفاكهة يزرعها الفلاح يحفر الأرض بفأسه أتس أيت كي دي قان وزن كتمان بنا يرن قزيد وأنا إكاد ويلقي فيها البذور وأنش يرجى أرغلرن سيباد ثم يرويها ثم أنا سغرد فمنها ما يزهر في الصيف مثل الفراو لتي وانا شو ميوالردن يازده كورنه ديگن يعني يازده پشه ديگن بار مثلا قلب ني ومنها ما يزهر في الشتاء وانا شو ميوالردن يوكي باشق كوكت دردم انا شو لردن قشته پشه ديگن بار وكذلك الخضروات مثل الفاسوليا خودشون اینده کوکت لردن منه فاسولیه دیگن بو لاویه لاویه گخشش لر قال فاروق سأطلب من والدتي ان تصنع لي فطيره كبيره محشوه بالفراوله اللذيذه شونه فاروق ایت کی من آنمدن سلیمان نمانه من اوچون شرن قلب نیلر بلن تولدرلگن کتا بر پیروکنه تیرلب بیرشلرنه سلیمان دیده.